السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي والله تسجيلاتك جميلة، لكن خد في بالك إنه أنا راشد واحد من الناس المقاتلين، ما أقدر نتكلم والله ما أقدر نتكلم، لكن أنا بعرفك أنا جاي بيختطف مواطنين ولا ما يختطف مواطنين، ولا كان بيعذب ولا ما بيعذب. يعني أنا قاعد وكنت في مرافيت وعارف الحاصل، بعرف كان بيصفي ولا ما بيصفي. فده ما مع كلام عشان نقوله في الجروب، ما كلام عشان نقوله في الجروب، بس أنا أرفض المزايدات. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، كلنا اولاد الحركه الاسلاميه سيد مجاهد، وكلنا موجودين في قطاعات الطلاب زي ما قلت لك قبل كده، وكلنا بنعرف استمارات الجيش بتتملي من قدامك. هسه سعد التاي القاعد في الجروب ده هيقول لك انا الاستماره جاتني في البيت. طيب ذلك باذن الله تعالى، باذن الله تعالى، باذن الله تعالى هذا الاحتفال سيكون في الميدان هناك باذن الله. احنا كنا بدنا الناس الاستمارات في بيوتهم يا سيد مجاهد. فقضية انه والله زي ما قلت لك قبل كده انه عنده 3 4 5 من النوبه و7 8 من القريه الفلانيه و3 من هنا، ما يعني انه والله الجيش ده قومي. الجيش ده ما قومي، الجيش ما قومي يا سيد مجاهد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله ناصرنا ولا ناصرنا، شهدائنا في الجنه وشهدائهم في النار. الجيش جيش بتاع حركة إسلامية بتاع تنظيم محدد، ما يعبر عن الناس ولا يعبر عن المواطن السوداني ويحمي الدولة، أو في الحقيقة يحمي الحكومة، لأنه ذاك ما بيعرف إنه دي دولة، دي حكومة بتاعت منظومة محددة. الحركات دي أنا أرفض تماما طرقك المستمر على إنها ضد الدولة ضد الدولة ضد الدولة. دي ما دولة يا مجاهد، دي ما دولة، دي حكومة بتاعت تنظيم محدد، بتاعت تنظيم محدد، لجأت بإرادة المواطن، لاختار المواطن، لجأت المواطن جابت نفسها وقعدت. وكل مرة تعمل انتخابات وأنا وإنت عارفين إنها انتخابات ما حقيقية ولا صحيحة، قاعد نفسك نحن يا مجاهد. المشكلة إنك بتغالط في ناس قاعدين معاك وعارفين الحيل وجزء من بنيتها. كلامك ده لو بتقوله لزول زي ما بيقولوا ما عنده حديده يمشي، لكن انا وانت والناس اللي قاعدين في الجروب ده وصديق هنا عارفين الحاجات بتمشي كيف يا سيد مجاهد. فعليك الله، عليك الله، الكلام الما صحيح ده ما يا اخي، يا اخي ما صدقوا انت ولا تكون دايرنا احنا نصدقه. احنا عارفين، عارفين الحكايه دي، انت عارف ونحن عارفين. فالجيش ده ما جيش قومي ولا بيعبر عن مواطن السودان ولا غيره، ده كلام ما صحيح اصلا ما صحيح. الناس بتخش الجيش لانها جابت التنظيم، ما جات لانها تحمي البلد، لانك تحمي في تنظيم يا سيد مجاهد. الجيش مهنه زي اي مهنه، زي اي مهنه، المعلم بيحمي البلد، الطبيب بيحمي البلد، المهندس بيحمي الطلبة البلد، المزارع بيحمي البلد. مفهوم الحمايه ده مفهوم اكبر واشمل من اللي انتوا قاعد تعملوا فوق ده يا سيد مجاهد. ما صحيح اللي قاعد تعمل فوق ده، تمام، ده ما مفهوم حمايه، ده مفهوم حمايه الحكومه، ما حكم حمايه الدوله. بالعكس، الان اللي بيعمل فوق الجيش ده استنزافه لموارد الدوله، تجيره للحركه الاسلاميه، هو جزء من 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 ازمه الصراع. بالعكس، الان الجيش جزء من بنيه الصراع، جزء من الازمه. فعليك الله يا مجاهد، عليك الله، عليك الله، كلامك ده قوله لزول ما عنده حديده ولا كان قاعد في قطاع الطلاب ولا قاعد في تنظيم الحركه الاسلاميه ولا عارف الحقيقه قاعد تمشي كيف يا اخي. عليك الله، عليك الله، ما تقوله لنا، عليك الله ما تقوله لنا.